ما هي الأشياء التي تحتاجها لكي تبدأ في تربية طيور الباجي؟ الباجي يجعلك سعيداً من خلال رفقته وجعله صديقاً لك. إذا أنت قررت أن تشتري باجي، لكن فضلاً وليس أمراً لا تنسى الاشتراك في القناة والانضمام إلى عائلتنا الغالية. أنت تعلم أنك بحاجة إلى قفص، مشربية، مجثم وبذور، ولكن ماذا يحتاج الباجي؟ قفص الباجي، مجثمات، طبق للماء، أوعية طعام، ألعاب، رمال وأوراق، حمام والسباحة. أولا من المهم أن تدرك أن الباجي يحب التسلق. الباجي الأكبر هو الأفضل، وخاصة إذا كان لديك الكثير منها. تحتاج الطيور إلى بعض المساحة للعب وتمديد أجنحتها. الأقفاص الفاخرة هي ببساطة مضيعة للمساحة والمال. يجب أن يكون قادرا على فرض جناحه ويطير. تكثر في وضع الكثير من الألعاب أو المجثمات أو طيور أخرى. بعض المجثمات القياسية التي تباع اليوم هي مصنوعة من البلاستيك. عادة هذه لا توفر قبضة جيدة مثل المجثمات الخشبية التي أفضلها. المجثمات الخشبية أكثر خشونة قليلا، مما يساعد الطائر في الحفاظ على أظافره أقصر ويمنحه قبضة أفضل. يجب أن يكون لديك وعاءان في القفص، أحدهما للطعام والآخر للمياه. قم بتغيير المشربية كل يوم حفاظا على صحة الطائر. تأكد من أوعية الطعام التي تحصل عليها يمكن الوصول إليها في خارج القفص وأنها متصلة بها بقوة. تأتي العديد من الأقفاص الحديثة الآن بقفل على أوعية الطعام. الببغاء طيور نشطة للغاية ويستمتعون بوجود كثير من الألعاب للعب بها. إذا كنت تبقي الببغاء بمفرده، فكر مليا في الحصول على مرآة. بعض الببغاءات تصبح مدمنة بشأن هذه المرآة لدرجة أنها ممكن أن تكون غير جيدة لهم. ابحث عن الألعاب المصنوعة من مواد يستطيع الببغاء اللعب بها ولا تضره به، مثل الحبل وجميع المواد الطبيعية. يساعد الببغاء في الحفاظ على منقاره مشذبا بشكل جيد وقوي، كما أنه يوفر التحفيز له عندما يكون في قفصه. اختبر بعض الأقفاص وابحث عن قفص يمكنك تنظيفه بسهولة. أخيرا، هل يجب أن تضع في أرضية القفص الرمال أو الأوراق؟ الخيار لك. إذا اخترت الأوراق فتأكد من عدم وجود أي حبر عليه، قد تكون سامة للطيور.